توجد فرصة للأشخاص الذين تلقوا أي شكل من أشكال اللقاحات في البقاء على قيد الحياة، ومن تلقى اللقاح سيموت خلال عامين. مرحبا بكم، أنا وهيبة بوحليس، وسنقدم لكم اليوم حقيقة هذه التصريحات المنسوبة لعالم الفيروسات الفرنسي الحائز على جائزة نوبل لوك مونتاني. من المحتمل أنكم صادفتم هذا الخبر في أحدى منصات التواصل الاجتماعي أو في أحد المواقع الإخبارية. الخبر يستند إلى مقابلة وصفها ناشرو الخبر بالمروعة، قال فيها العالم الفرنسي إن كل من تلقى اللقاح سيموت خلال عامين. وبحسب ناشري الخبر فإن عالم الفيروسات قال لا يوجد أمل في النجاة ولا علاج ممكناً لأولئك الذين تلقوا اللقاح، يجب أن نكون مستعدين لحرق الجثث. أحد ناشري الخبر كان المذيع توني خليفة في برنامجه على قناة صوت بيروت انترناشونال حين عرض الخبر على ضيفته متسائلاً عن حقيقة التصريحات. ما بعرف إذا بالفعل هو قايل هذا الكلام ولا لا. هلا هو قايل إنه كل اللي رح ياخذوا فاكسان رح يموتوا، ما عاد بسنتين. كلنا رح نموت. الحقيقة أن الخبر مفبرك، ولم يقل العالم الفرنسي لوك مونتاني إن كل من تلقى اللقاح سيموت خلال عامين، فضلاً عن أنه لم يقل إن كل من تلقى اللقاح سيموت، كما ردت الطبيبة بيترا خوري أيضاً. وكان العالم قد نفى في حوار له مع صحيفة فرانسواغ أن يكون قد قال إن 10-25% من الأشخاص الذين جرى تطعيمهم سيموتون. هذه الإشاعة انتشرت بسبب مقال على الموقع الإلكتروني لمجموعة رير فاونديشن يو اس اي التي تدعي أن التصريحات جزء من مقابلة أكثر شمولاً أجريت على موقع هولد أب ميديا المعروف بترويج نظريات المؤامرة. وبالبحث في تفاصيل المقابلة وجدنا أن لوك مونتاني يعارض لقاحات فيروس كورونا، وقال إن التعزيز المعتمد على الأضداد من شأنه أن يؤدي إلى إصابة أقوى بكثير من خلال المتغيرات في الأشخاص الملقحين، ووصف التطعيم الشامل بأنه خطأ طبي. ومع معارضة العالم للتطعيم إلا أنه لم يقل إن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح سيموتون في غضون عامين. لا شك في أن الخبر مفبرك، والمفبركون استغلوا اسم مونتاني المعروف بآرائه المثيرة للجدل. أخبرونا، هل صدقتم الخبر؟ ننتظر آراءكم كالمعتاد في التعليقات.